لأن لاحظنا منذ السنوات الأخيرة 3 أو 4 سنوات هي كان فيه يعني التأخير بالنسبة لسقوط الأمطار حوالي شهر أو 45 يوم، ونفس الشيء يعني صار في سنة في الموسم القادم في 2020-2021. احنا اليوم شرا متفائلين بالنسبه لسقوط الامطار كيما ان شاء الله المعتبره، وحتى لو يكون فيها بعض النقائص احنا السقي المحوري يعني نظن باللي بالنسبه لنا ما فيهش يعني اشكال جيد. عندنا اكثر من 400,000 هكتار اللي هي مؤهله للسقي المحوري، وكذلك تطوير الزراعه على مستوى ولايه الجنوب، وكان فيه مردود كبير بالنسبه للناس المستثمرين، وراه ان شاء الله نزيدوا تانيك في الاستثمار ونزيدوا ان شاء الله في الانتاج الوطني. بارك الله فيك.